هاخدك في ملف شائك. تمام. واحنا بنتفرج على علي معلول، انا مبسوط جدا طبعا، كلنا وعلي كلنا، وعلي اصبح قريبا من العوده باذن أكيد. الله. كيف يتم التعامل في هذا الملف الشائك؟ ادي لك شويه حلول، ناخد حلول وانت ايه اديني اجوبه. تمام. هل الحل انه علي ممكن يتغير مكانه في الملعب؟ هل انه ممكن يبقى في تناوب بينه وبين يحيى عطيه الله؟ ولا من الممكن حاجه ما نكونش عارفينها، ان يكون علي عنده عرض خليجي، وهذا العرض كان موجود قبل بدايه الموسم وكان قريب من التحقق وكان خلاص يعني، فيعود يظهر هذا العرض للنور مره اخرى؟ انا الحلول بالنسبه لي أيوة. علي معلول بقيمته ورمزيته نعم. بالنسبه لي يعني انا حلوة على المستوى رمزيته الشخصي. طبعا انا محتاج اقعد معاه اشوف هو عايز ايه، لو عنده عرض محتاج يطلع تمام يطلع. اسف للمقاطعه، والله حقك طبعا اتفضل. وانا قلت قبل كده بس بفكرك وبفكر نفسي انه محمد رمضان او الكابتن محمد رمضان قعد مع علي اعظم طوله جدا، وقال وتم ده واضح كل وقال ده توضيح كل الامور، وقال انه من منطلق رمزيه علي معلول دي. نعم. وانا قلت لحضرتك هنا على الهوا ان انا مش ضد فكره ان في لاعب يبقى ليه كريدت مختلف عن الاخرين. بص شويه بس الاول كده على علي، طبعا لان كل علي القصه معلول كانت فتره اكيد احنا كده الحمد لله. علي معلول جه في البدايه لاعب كان عنده عرض من اندرلخت البلجيكي، ربما البعض في البدايه خالص طبعا. نعم. البعض كان بيسخر وقتها يعني، علي معلول هيسيب اندرلخت؟ ساب علي معلول، ساب اندرلخت. علي معلول اداك في كل الاوقات كلاعب مخلص، كلاعب تدرج في النادي الاهلي، اداك بقلب وروح. انا شايف ان دلوقتي لو علي معلول عنده عرض دي قصه مختلفه، يخضع العرض، هل هو شايف ان هو يخرج ولا ينتظر لنهايه الموسم؟ طب لو علي معلول موجود، علي معلول كان في النادي الرياضي الصفاقسي واحد من اهم اللعيبه من حيث معدلات التسجيل على المرمى، ده صحيح. علي معلول يقدر في رايي خصوصا مع تقدم عامل السن ان هو يلعب كجناح. ليه؟ النادي الاهلي بيلعب 4-3-3. هو كان بيلعب في صفاقسي جناح كان كتير جدا. نعم. طبعا نعم. بيلعب جناح. نعم. احنا بنتكلم بيلعب 4-3-3 في وجود الثلاثيه اللي هي مختلفه عن 4-2-3-1 اللي بتطلب من الجناح. طبعا فاكرين طريقه كابتن حسام البدري وازاي كان بيطلب من الاجنحه يرجعوا يدافعوا. 4-3-3 مختلفه ربما تدي اريحيه ان علي معلول يشارك كجناح. الناس عشان تفهم ليه انا مش شايف ده صعب على فكره كابتن شوبير، هو دلوقتي اولا علي معلول ويحيى عطية الله فيهم حاجة مميزة جدا، ان البروفايل بتاعهم مش واحد خالص. ده صحيح خالص. ده يعني صحيح. اتنين لعيبة. نعم. الاتنين بيلعبوا فول باكس، بس البروفايل بتاعهم والحاجة اللي اسمها ستايل اوف بلاي الاتنين مش واحد اطلاقا. والاتنين مهامهم مختلفة. وفي حاجة بقى مهمة جدا، انا لو هلعب جناح او لاعب بيلعب على الفلانكس او وينجر يعني ما بيعرفش يعمل اوفرلابنج مع الفول باك او الظهير، يبقى انا عندي مشكلة. انما معلول شاطر جدا في الحته دي، ويحيى عطيه الله من الناس اللي بتستنى على كورتها ويقدر كتير جدا يعملها هو معلول. نعم. فانا لو بلعب فنان هيبقى عندي مشكله في حاجه، لو انا عندي الاجنحه في الوقت ده الاجانب مستواهم يعني في التوب بيرفورمانس بتاعهم، هم اعلى حاجه ومقدمين اعلى معدل. طب ده مش حاصل. رضا سليم طبعا نتمنى انه يشارك ويكون له دور ويقدم نتائج ايجابيه، بس هو رضا سليم يعني في الفتره دي معدلاته وارقامه مش احسن حاجه. بيرسي تاو رغم ان هو في اليمين، بس انا بتكلم على الاجنحه عموما. نعم. برضو مش في التوب فورم بتاعته. هنيجي ان طاهر نفسه انت محتاجه الفتره الجايه مهاجم، ونتمنى وسام يرجع بسرعه. هو كل ده نتمنى كهربا يدخل طبعا كمان. كل ده ما يديكش مؤشر انك ممكن تستخدم معلول في الحته دي. نعم. انا شايف لا، فنيا معلول لو معانا لاخر الموسم انا لو مدرب حل. شايف انك تقدر تستفيد بيه فنيا جدا. نعمل هولد بقى. حصل تسجل علي معلول وتمام التمام، هتطلع سوشيال ميديا احنا محتاجين لعيب اجنبي، هنعمل ايه؟ لا ما علي معلول عشان يتم تسجيله بالتاكيد انت هتطلع اعاره لاعب من اتنين، ماشي، رضا سليم او بيرسي تاو. تمام. لو عايز رايي انا الاتنين، انا بحب رضا سليم وعلى قناعات شديده جدا ببيرسي تاو، بس هو بيرسي ايه المود مش لطيف جدا. لو هي هقول لك ليه، هقول لحضرتك ليه، لان انا لازم احمي وسام، وكلمه احمي وسام هي فكره ان انا اجيب بديل جيد لما يغيب وسام لاي سبب، او ان انا اعمل روتيشن مع وسام الاقي مهاجم قادر احنا على دلوقتي الاجانب اللي عندنا بيرسي وعلي رضا سليم. نعم. اشرف داري يحيى عطيه الله يحيى وعلي معلول عطيه الله. لا
لا اللي موجودين عندي هم دول صح كده؟ الخامس المفروض يبقى علي معلول. ايوه صح كده؟ يلا كمل. انا علي معلول على حساب واحد من الاثنين بيرسي والاهلي حاول ان موضوع الجنسيه وكان يخلص من الليله دي كلها. ماشي بس انا للامانه انا مش شايف اي يعني رد فعل ايجابي او في بدايه الموسم لا البيرسي تاو ولا رضا سليم. وواضح جدا ان احنا بنعتمد بشكل واضح على طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. لما يكون عندي لاعب زي علي معلول، الناس اللي عايزه تشوف علي معلول في الجناح وانا بشوف ان هو يلعب وينج رايت مش وينج ليفت قدام يحيى تط الله، يلعب وينج رايت. ده مين علي معلول؟ علي معلول صعب قوي يا اسامه. لا ده انا هديك مثال لجول واضح جدا في مباراه الترجي واجاييه وصناعه التهديف لاجاييه. جول في مباراه لكن ما هو رجله الشمال هتكون لجوه الملعب. بس علي طول عمره انت عارف انا ايه؟ طول عمري واخد على الحته دي. على فكره في الصفاقسي كان بيلعب وينج رايت، ما كانش بيلعب وينج ليفت، كان بيلعب وينج رايت. الكابتن ولعب قدامنا في السوبر وينج رايت وفي مباراه الترجي اللي نهائي اللي قدرنا نسجل. ما انت خلاص انت كده كده هتغير. اصل انا شايف ان علي لاعب خط، لو لعب ليفت هيبقى لاعب خط. انا بالنسبه لي هو يحيى تط الله يبقى لا العب بيه باك ليفت، لكن لو هلعب بيه وينج انا قناعاتي ان هو يلعب وينج رايت، تبقى رجليه الشمال لجوه ونبدا نستغل علي معلول وعنده. هي فكره غريبه شويه. العكس لا ممكن فكره غريبه لكنه تدرس. لان الافضل ان هو يكون وينج رايت. بس بشوف ان علي معلول اللي احنا نعرفه عن علي معلول اللي 8 سنين للنادي الاهلي، لو جيت اطلقت على الجيل ده جيل مين هتقول الشناوي علي معلول. انا قناعاتي انا منحاز جدا لعلي معلول والشناوي، هتقول ده جيل الشناوي علي معلول زي ما بتقول جيل او بتريكه وبركات. لا هتحط علي معلول في المعادله. فلو جيت قارنت من وجهه نظري بين مستوى بيرسي تاو ورضا سليم وعلي معلول المتوقع بعد الاصابه، طبعا نتمنى ان هو يرجع لجزء كبير جدا من مستواه. لا انا افضل علي معلول على حساب لاعب من الاثنين مع التعاقد مع مهاجم ضروري جدا في يناير عشان يكون مع وسام فالي.